السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ألقاكم في أتم الصحة والعافية بحول الله. أعود وأتكلم أخوتي في موضوع عائشة عياش اللي بالأمس قامت يعني بتصريح خطير جدا بخصوص عصابة حمزة مومبيبي، واللي أكدت لهم بالفعل أن هذه العصابة مترأسين ثلاثة الناس هما دنيا باطمة والأخ ديال ابتسام وعبد ربه عيشة عياش. جاتهم بالصراحة يعني بكلام تلقائي واعترفت لهم بكل شيء فيما يخص هذا الحساب الخطير، زيادة على أنها ذكرت لهم واحد أشياء في التجار بالبشر، وهذه تهمة جديدة على الفرقة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع أو بهذا الملف الخطير جدا. وهنا عيشة عياش زيادة على ذلك قامت بوضع ملف يعني مكتوب بما في ذلك تسجيلات يعني في الهاتف، يعني حملت الهاتف ديالها وضعته لرئيس الفرقة باش يشوفوا يتأكدوا بأن هاد التهم يعني ماشي غير هي اللي كتحمل المسؤولية في هاد الحساب حمزة مومبيبي، وإنما ثلاثة الأشخاص هي عائشة عياش، دنيا باطمة، وأختها ابتسام. وهذاك أسامة العجمي فكان هو المسير للحساب بحكم أنه كيعرف الإلكترونيك، كيعرف الإعلاميات، ما إلى ذلك من الخبرة لركمها سنوات في هذا المجال. مرة أخرى أؤكد أن عائشة عياش جاتهم ديريكت بلا ما تضيع الوقت، بلا ما تزيد وتدخل في الهضرة، فهي تكلمت معهم على أساس أنها جات من الإمارات المتحدة العربية، وأن اعترفت تلقائيا مباشرة بعد القبض عليها في دولة الإمارات المتحدة. وهنا نجد أن دنيا باطمة وأختها فهما بهذا الحجج اللي قدمتها عائشة عياش فهي لا محالة، فالحكم سوف يكون قاسي جدا، يعني ما نقدرش نقول سنتين أو ثلاث سنوات ولا أربع، ممكن يصل الحكم إلى 10 سنوات إذا كان شي تخفيف من المحكمة باعتبار أنها حامل يعني لعوامل الإنسانية وما إلى ذلك. أخوتي شنقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحن في واحد الحالة شنقول لكم، يعني إنسانة كانت في الأول طبيعية إلى شنا سنوات مضت أن في استوديو دوزام هذيك دنيا باطمة كي بانت من نهار اللي تفرجنا فيها، كانت واحد يعني كان بين اي كنا فقراء الحمد لله وكنا اغنياء الحمد لله، كانت فقيره وبين على واحد الحاله بان باغا توصل، ومني كان ديك الفشل مني ما نجحاش ديك الاستوديو دوزام الله عاونها ويعني مشات لدوله الخليج وغنات وتشهرات، الا انها بعد ما تغيرت الحاله ديالها ولات غنيه ولا الفلوس تجوجات، الانسانه ولات كتفكر في شي حوايج، يعني ديك الحقد بقى لها الداخل، واش ديك الحقد دافين ايام الطفوله ديالها بغات تخرجوا في هذا الشيء. وشوف الافكار، ولا جينا نشوفوا اخوتي عائشه عياش ودنيا باطمه، يعني قاسم مشترك بيناتهم الا شفنا في الاوديوهات، في الاوديوهات ديالها اللي كيهضروا يعني قاسم مشترك هو الحقد والكلام القاسي، يعني شياطين في صفه انسان، شياطين في صفه انسان الا حطيناهم وشناهم يعني قدامنا غنشوف انا ناس ضريفين، يعني وملي كيهضروا ويتكلموا يعني ديك الهضره الكلام القاسي اللي كيأطرف اي واحد، كنقول حاشا يكونوا هادو بنادم، حاشا يكونوا هادو بشر اللي خلقهم الله. وهنا كنلقاو ديك الحقد ديالهم القاسي المشترك تقاسموه بيناتهم،
خاصة بعد ما هاجموا ديك سلطانة وهاجموا يعني عدد كبير كبير من الفنانين والإعلاميين، يعني بزاف الحوايج يعني قاموا بها إلا باش يوصلوا شي حاجة، ما عرفناش هاد الحاجة اللي بغي يوصلوا لها هو باش يهرسوا الواحد، باش يحطموه، باش يبقاو ديما هما في الأعلى، هما في القمة. ولكن الله كما كيقول إن الله مع الصابرين، هذوك الناس اللي صبروا وسمعوا الهضرة قاصحة يعني وبقاو كيتألموا يتألموا يتألموا، فالله هما جزاو هاد الناس وهما حصلوا، وفي الأخير غينالوا العقاب ديالهم في الدنيا، وكاين العقاب الآخر في الآخرة اللي غيكون أقسى من هادشي كامل. احنا ما بغينا لهم الا الخير، بغينا لهم كان لهم على الاقل يتوبوا. ليش لنا هذيك عائشه عياش يعني امام الفرقه القضائيه بمراكش يعني بقات البكاء والعويل وزيد ماذا الى ذلك، انا بحال بغات تاكد لهم انها ندمانه على هادشي كامل، وهادشي تاكد بان كانت كتفكر الا في المال، كانت تفكر الا في يعني توصل هي تكون هي الاولى، وحتى واحد ما يكون بجنبها، حتى واحد ما يكون يعني ينتقدها، لان كتاكد لنا انها كانت من الصغر ديالها وهي كتبغي راسها ديما تكون هي الفوق، وهذا القاسم المشترك ما بينها وبين هاد الدنيا باطمه. كما كنشوفوا الدنيا باطمه ان في العديد من الخراجات كتاكد وكتقول انها ما كاينش بحالها يعني صوتا وجمالا، وهي الطب يعني في العالم العربي كامل، وما كاينش شي واحد اللي يقدر يوصل حتى لديك البحه ديال الصوت ديالها، كتصرح به دنيا باطمه مرارا وتكرارا في العديد من الاوديوهات، من العديد من يعني الخراجات الاعلاميه واللايفات اللي كتقوم بهم في الانستغرام وفي يعني في اليوتيوب، وديما كتفتخر وديما كتبين الراس، على عكس ان العديد من الفنانين كانوا كيقوموا عكس ما كتقوم به هي يعني بالاعمال الخيريه، كتقوم يعني الناس الواحد الا اعطاه الله المال فهو يعرف كيفاش يستغلو يعمل الخير. يعني بزاف الحوايج حنا المغرب ديالنا خصنا نتعاونوا بعضياتنا، نعملوا الخير، نتقاسموا الخير بيناتنا باش الله كيزيدنا ديما القدام. ودنيا باطمه دارت العكس داك الشيء، هذه هي الاسباب اللي خلاها الله يمهل ولا يهمل. ف يعني اي واحد فله نهايته، قال لي كيظلم شي حد فالله كيعطيه واحد النهايه يعني ماساويه، وهذه النهايه ديال دنيا باطمه احنا ما كناش بغينا لها هذا الشيء كامل. احنا كنا بغينا في الاول في الايامات الاولى كنا كنفتخروا بها دنيا باطمه يعني بالحفلات، يعني كان عندها واحد الجمهور كثير 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 بزاف. في الاخير يعني فكره بسيطه قامت بها ويعني فتحوا هذا الحساب، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الحساب الى جينا نشوفوا شنو الدور ديالو، يعني نشر الصور يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما قاميت تعجب أخوتي فهاد الشيء، كنتمنى ولا أخوتي يعني الصبر، لأن الحكم راه جاي وغيكون واحد الحكم قاسي بزاف. وكنتمنى من أي واحد ياخد عبرة من هاد الشيء كامل، العبرة الواحد يستافد من هاد العبرة، حيت إلا ما كانش واحد الحكم العادل في هاد القضية إلا وينوضوا ناس أخرين ويعملوا أكثر من هادشي، يقوموا أكثر من هادشي، وهادشي اللي ما بغيناش في بلدنا الحبيب المغرب، لأن المغرب ديالنا تاج فوق راسنا ومعروف الطيبوبة ديالو، معروف بالكرم ديالو، بزاف الحوايج معروفين به. وحتى دوك الناس السياح اللي كيجيو المغرب واخدين صوره جميله لبلادنا، تجي هاد المجموعه تجي تشوهنا الصوره ديالنا، لان هادشي وقع في العالم كامل.
كامل اخوتي يعني انتشر في العالم كامل، وكل شيء كي كيجبد هذا الحساب، كتذكر هذا الحساب ديال حمزه مونبيبي. حمزه مونبيبي الى مشينا حتى الولايات المتحده الامريكيه غيتكلموا على حمزه مونبيبي، مشينا للخليج حمزه مونبيبي، مشينا يعني الدول اللاتينيه يعني تاهما. وهذا الشيء ماشي كيشرف المغرب، انما كيشوه السمعه ديال المغرب زياده على هاد المصيبه اللي دات ديال عائشه عياش اللي اعترفات بالتجار بالبشر وبالادله. يعني يعني هي بغات شنو نقول لكم اخوتي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ونتمنى من الله عز وجل ان ياخذ يعني الله يكون في عوان عائلتهم والله يصبرهم في هذا الشيء، ونتمنى لهم الا الصبر والسلوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.